في عناوين النشرة: حزب الله يتهم التكفيريين باغتيال بدر الدين، فهل استشهد بالصدفة؟ ليس هناك اغتيال بالقصف المدفعي. معارك سياسية عائلية في انتخابات جبل لبنان البلدية. كسروان والتيار العوني بين فؤاد شهاب وشامل روكوس. شامل روكوس نشاطه هو ممتد بكل المناطق اللبنانية. استعدوا، نفاياتكم ستتكدس مجددا. أقصى حد ممكن للتخزين المؤقت بالكوستا برافا هو بعد شهر، أكيد بعد شهر ما عندنا مطمر صحي بالكوستا برافا. سائق تاكسي يعثر في سيارته على دنانير وذهب ويقصد الجديد. هاو بطاقة الأخت اللي نسيت المصاري معي، تفضلي استلميهن يا حبيبتي. وفي النشرة: شوارع بيروت بعيون نازحة. أنا برسم من عقلي. هيك شو بتخيلوا برسمه؟ مثل شو مثلا؟ شو بتتخيل؟ مثل مدينة بيروت. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. حرب الجبل غدا بأوراق بلدية، ستة أقضية إلى معارك حزبية وعائلية ضارية تتقدمها جوني عاصمة الحلا من خليجها المذهب إلى أعاليها الساحرة، من الساحل إلى الجرد. كل التسميات حضرت للغد. جنرالات تلعب الانتخابات ظهير أيمن وأيسر، من فؤاد شهاب إلى ميشيل عون وشامل روكوز. من لم يلتقي الأحزاب وافاها من زاوية الحلفاء، وفي كسروان أمطرت أموالا، وهو ما دفع العبد الفقير ميشيل عون إلى زيارة جوني للمرة الأولى منذ عام 2005، وأعلان أن المعركة أصبحت للأسف قصة مال، لكن جوني لن تباع. لكن وقائع تقول إن كل من حضر السوق الانتخابية من أهل السلطة تحديدا باع واشترى، وإن من يدعمه التيار المرشح جوان حبيش اعترف على الهواء بأنه يشتري أصواتا ما عد إخبارا للقضاء. في هذه الانتخابات يصبح تحالف عون جعجع أقرب إلى التنافس، فيما يقارع الجنرال خصوما هم أولاد جوني التاريخيون وعائلاتها كآل الخازن والبون وفرام. تسبح بقية الأقضية في تيارات متداخلة. جنبلاط ليس بأفضل أحواله الانتخابية، وسط حيرة وبحر تناقضات يدفعه إلى شواطئ المجتمع المدني فيدعمهم حينا وينكفئ إلى العصبية الحزبية في أغلب الأحيان. وقد وجد جنبلاط أن خصمه الإرسلاني التاريخي قد عاد من بوابة الانتخاب وإن هادنه في السياسة. وقد اكتشف زعيم التقدمي أن من رمى الديناميت في حصبية قبل أيام هم ثلاثة أشخاص تابعين للنائب طلال إرسلان، واعترفوا بذلك. أمام النيران الانتخابية وحده أبو البلديات ميشيل المر يده في الماء، وهو ضمن 20 بلدية في المتن الشمالي إلى الآن وبالتزكية قبل أن يدخل في معركة الغد. وعلى خريطة الجبل هناك الضاحية الجنوبية، البقعة الوحيدة على هذه الأرض التي تمسح بقعة دمها وتنطلق إلى غدها. الضاحية الولادة تشيع بالأمس لتنتخب غدا أوراقها البلدية في الصندوق، وتودع حقيقة اغتيال القادة في صندوق الأمانة العامة لحزب الله، الذي أعلن اليوم أن اغتيال الشهيد مصطفى بدر الدين قد جرى بقصف مدفعي نفذته المجموعات التكفيرية، وهو ما نفته المعارضة السورية اليوم. غموض الاغتيال كغموض رجل عاش خلف كل الحقائق، والتي قد يكشف جزءا منها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تأبين بدر الدين يوم الجمعة. وجمعة الضاحية يسبقها أحد الاقتراع، فكيف تستعد منطقة الشهيد إلى يومها السواد الحداد؟ من مشارف الضاحية مع رامز القاضي حيث الجديد عن اغتيال بدر الدين. ويواكبنا في هذه التغطية الزملاء جاد غصن عن معركة جوني الكبيرة، نانسي السبع وجوال موسى من الحدث بعبدة،
علي، رشال كرم من الشوف والإقليم، آلين حلاق من قضاء جبيل، وباسر العريضي يحدثنا عن معركة المتن الشمالي. البداية، حزب الله يؤكد أن قائده قبل ذلك ماذا لدى رامز القاضي؟ تفضل رامز. نعم جورج، يعني صحيح حزب الله اليوم حسم بالنسبة إليه كل الجدل والتكهنات التي أثيرت لحظة الإعلان عن استشهاد القائد العسكري في الحزب مصطفى بدر الدين، وقال أن المدفعيات التكفيرية هي التي استهدفت هذا المركز. على كل حال التفاصيل ستكون في تقرير مفصل بعد قليل، ولكن الضاحية اليوم استمرت بتقبل، وحزب الله تحديدا بتقبل التعازي ببدر الدين، ولكن الضاحية تقف اليوم أمام، يعني غدا قبل نهار من الاستحقاق الانتخابي. الضاحية وإن ألمها هذا الخبر، لكنها غدا الماكينات الانتخابية تعمل وسيتوجه المقترعون إلى الانتخاب. حزب الله أيضا في أكثر من بلدية، وهناك حماوة في الضاحية، وستكون بشكل طبيعي كما أكد من تحدثنا إليهم من الضاحية الجنوبية لبيروت. سيكون هناك في المعارك الانتخابية في الغبيري، برج البراجني، والمريجي، وكل هذه البلديات ستشهد يوم انتخابي. المواطنون في الضاحية كما يعني جميع مناصري الحزب ربما أجل النقاش أو البحث في أو التكهنات بالنسبة إلى استشهاد بدر الدين، حتى كلام السيد حسن نصر الله في حفل تأبيني نهار الجمعة سيحسم بذلك كل هذا الكلام وهذا النقاش بشأن اغتيال بدر الدين. هذه هي الصورة من ضاحية الجنوبية لبيروت الذي يعني سرق وشاح اللون الأسود باستشهاد بدر الدين عن المعركة الانتخابية التي ستحصل نهار غد. شكرا رامز القاضي. حزب الله يؤكد أن قائده العسكري مصطفى بدر الدين قضى على أيدي مدفعية التكفيريين، فيما أسئلة كثيرة لم يجب عنها الحزب في بيانه. عانى حزب الله من سلاح الاغتيالات منذ نشأته، فخسر أمينه العام الأول السيد عباس الموسوي الذي اغتاله سلاح العدو الإسرائيلي مطلع التسعينيات. لكن في تاريخ الحزب لم يحدث أنه خسر كل هذه القيادات في فترة زمنية قصيرة من جراء عمل أحيط به الطابع الأمني أو الاغتيال وليس في ساحة القتال. فالأحداث السورية انتزعت من الحزب قيادات كبيرة، آخرها مصطفى بدر الدين، وقبله أبو عيسى الإقليم وأبو علاء البوسنة ونجل عماد مغني في القنيطرة من جراء قصف إسرائيلي، لينضم إليهم سمير القنطار بعد عام واحد. لكن اغتيال بدر الدين هذه المرة خلق جملة تساؤلات حتى بعد صدور بيان الحزب الذي حسم فيه أن بدر الدين قضى من جراء استهداف مقر الحزب بمدفعية الجماعات التكفيرية قرب مطار دمشق الدولية، وذلك بالتساؤل عن قدرة المسلحين التقنية والمدى الذي تصل إليه مدفعيتهم. إذا ما أخذنا يعني هذه الفرضية بأن اغتيال ناتج عن قصف مدفعي، في الحقيقة على مستوى العلوم العسكرية ليس هناك اغتيال بالقصف المدفعي، إلا إذا اعتبرنا أن القذيفة التي استخدمت عبر مدفعية حديثة ممكن توجيهها إما بالليزر وإما بالرادار. فرضيا نستطيع القول أن قذيفة مدفعية ممكن أن تطال الموقع الذي استهدفته الجماعات التكفيرية بحسب بيان حزب الله، كون هذه الجماعات يعني تتموضع في نقاط مختلفة في الغوطة الشرقية. ويقول معربوني أن هناك احتمال الصدفة إذا ما أردنا المراعاة الحرفية لنص بيان حزب الله الذي يشير إلى قصف مدفعي، فالاحتمال إصابة مباشرة من المرة الأولى إلا بالصدفة. لا نستطيع القول أن العملية هي عملية اغتيال إلا إذا استخدمنا فرضيتين أخريتين. الفرضية الأولى أن تكون إحدى المجموعات قد تسللت إلى مكان يمكنها من خلاله يعني مشاهدة الهدف، واستخدمت صواريخ موجهة كالكورنيت أو الكونكيرس أو أي صواريخ أخرى مداها يتراوح بين 3 و5 كيلومتر. الفرضية الثالثة أن تكون إسرائيل قد قامت بتزويد إحدى الجماعات بصاروخ متطور
أو مدفعية متطورة. وعلى فكرة يعني الهاون 120 ملم يمكنه أن يطلق قذائف بواسطة الليزر، وهذا بدوره يتطلب يعني أن يكون هناك نقطة جذب بواسطة الليزر يشاهد من خلالها الهدف. في المقابل قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن لا صح على استهداف فصائل المعارضة القائد العسكري مصطفى بدر الدين قرب مطار دمشق. انتخابات كسروان تتوزع بين معارك مشايخ وفلاحين ومعركة كسر عظم سياسي في جوني، في هذا التقرير لرامز القاضي. يكتسب المشهد في الانتخابات البلدية في كسروان أهمية خاصة لكونه عرين الأحزاب المسيحية والعائلات التقليدية، ليتداخل العاملان الحزبي والعائلي في ساحله وجرده، فيما جوني هي معركة سياسية بامتياز. سياسيو المدينة التقليديون اجتمعوا في لائحة واحدة مع القوات اللبنانية برئاسة فؤاد بويري لمواجهة لائحة جوان حبيش التي يدعمها التيار الوطني الحر. في عاصمة كسروان 17 ألف ناخب سيقترع منهم 55%، أي ما يقدر بنحو 9000 شخص. أكبر الأقلام في جوني هو صربة ويبلغ 5700 صوت تقريبا، ويمثل بستة أعضاء. في المرتبة الثانية يأتي قلم غدير ويبلغ 5400 صوت، وخصص له أيضا ستة أعضاء. وفي مسقط رأس الفرام حارة صخر هي الثالثة ب3000 صوت ولديها 4 أعضاء. وأخيرا ساحل علمة منطقة نفوذ حبيش تتمثل في عضوين وفيها قرابة 1700 صوت. في بلدة ذو قمكايل، وبعدما تربع على عرش بلديتها نهاد نوفل منذ عام 63 إلى أن قرر العزوف عن الترشح في استحقاق هذا العام، هناك لائحتان، الأولى يرأسها إلي بعينه ويدعمها نوفل والقوات اللبنانية، ولائحة أخرى يرأسها وفيق تراد، ويقول أن جزءا من العونيين يؤيدون لائحته، فيما موقف التيار الرسمي ترك حرية الخيار لمناصريه. في بلدية غسطة المؤلفة من 15 عضوا ينتخبهم 3100 مسجل في لوائح الشطب، تدور المعركة بين لائحتين مكتملتين، الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي زياد شلفون ويدعمها فريد الخازن وحزب الكتائب، والثانية برئاسة أندريه زيلي ويدعمها تحالف التيار والقوات. وفي هذه البلدة تم استحضار الصراع التاريخي في كسروان بين المشايخ والفلاحين، فيما باقي البلديات الكسروانية يطغى عليه الطابع العائلي مع رأي للأحزاب في تأليف اللوائح. وإلى جوني مع جاد غصن. جاد مساء الخير، كيف تبدو عاصمة كسروان عشية المنازلة الكبرى غدا؟ نعم جورج، فعلا هي المنازلة الكبرى هنا في كسروان، والمعنى السياسي لهذه المعركة يزداد مع كل يوم ومع اقتراب فتح صناديق الاقتراع صباح الغد. طبعا هذه المعركة جورج انقسمت بها الأحزاب والعائلات على بعضها البعض. طبعا في اللائحة الأولى يجتمع جوان حبيش إلى جانب التيار الوطني الحر في مواجهة، والكتائب اللبنانية طبعا إلى جانب، في مواجهة اللائحة الثانية التي يترأسها فؤاد البويري وهو المدعوم من منصور البون، إضافة إلى فريد هيكل الخازن النائب السابق ونعمة فريم، إضافة إلى القوات اللبنانية. الطابع الذي يغذي حدة هذه المعركة جورج هو أمران أساسيان، الأول هو الصراع الشخصي القائم بين شخص جوان حبيش وشخص نعمة فريم على خلفية الانتخابات السابقة التي حصلت عام 2010 عندما استثني جوان حبيش من التوافق التي شكلته لائحة التي ترأسها توني فريم وهو شقيق الوزير السابق جورج فريم، واعتبر أن هناك اتهامات لجوان حبيش من قبل تلك اللائحة بفساد وما شابه، ولذلك كان هناك نوع من ردة فعل عند جوان حبيش لمحاولة إعادة رد الاعتبار لشخصه وللمسار الذي قام به وترأسه خلال ترأسه لبلدية جوني في البلدية التي سبقت البلدية التي تنتهي ولاياتها غدا في الانتخابات. أما الطابع الآخر هو الطابع السياسي جورج، وهنا تجد الإشارة إلى أن العماد عون زار جوني الليلة، وهو قال أن سبب الزيارة أن جهات خارجية قامت بتمويل اللائحة الخصمة، وهنا
المعلومات تتحدث عن أن الرجل الذي يتحدث عنه لمدعون هو المغترب اللبناني جيلبار الشاغوري الذي تتهمه لائحة جوان حبيش بالمال الانتخابي توزيعه على من أجل لمصلحة اللائحة الأخرى، فيما اللائحة تلك تتهم لائحة التيار الوطني الحر وجوان حبيش باستعمال المال الانتخابي بشكل كبير أيضا في هذه الانتخابات. نستمع جورج الآن إلى تقرير نتحدث به عن علاقة التيار الوطني الحر بكسروان كمنطقة سياسيا منذ 10 سنوات حتى اليوم. نعم جد، في قلب عاصمة كسروان جوني لا يزال فؤاد شهاب يجلس على كرسي رئاسة أفرغته السنين، ينظر إلى دوران الزمن رافضا أن يحل قبضته عن الكتاب أو الدستور الجالس معه. دوران الزمن أتى بزعيم جديد إلى كسروان بربطة عنق مرقطة، والكتاب نفسه الذي حمله شهاب شعار حزبه الذي يقود، واستقبال الكسروانيين له كان صاخبا أيضا. يا شعب لبنان العظيم، على عكس قائد الجيش الأول قرر العماد الجديد رفع سقف مواجهة كل دعائم البنيان الكسرواني التقليدي القائم على التحالف بين رجال الإقطاع والدين. لا ما بيحكي عن الفساد غبطة البطريرك ومعه خبر بكل شيء، لا واقف مع الفساد بالدولة، عم يحمي الفئة يلي عم تعمم الفساد بالدولة. نحن نتناقض مع تقاليد رح بيصير عمرها 100 سنة بالممارسة السياسية في لبنان. عقد وأكثر مر على الوعد بلبنان العظيم فكانت الخيبة. لا ابدا، هذا الموضوع مش وارد نحن عنا كتيار وطني حر. بتذكر انا بالنشر اللبناني جنرال هون كتب مره عن موضوع الاحباط المسيحي، اذا كنا نركض تحت التراب على رجاء القيامه فكيف نحبط ونحن احياء. يصر منسق كسروان في التيار جيلبار سلامي على الامل، غير انه على عكس الشهابيه التي اتكأت على العائلات التقليديه على العونيين أن يبرروا تحالفهم مع إحدى هذه العائلات. نحن منا جايين لنحارب أي عائلة معينة من العائلات، وما بنعتبر الإقطاعي هو بس لمجرد كونه ينتمي لعائلة معينة. كل الناس يلي هن بالطيار ويلي هن نوابنا اليوم ويلي هن مرشحيننا بكل المجالس ويلي هن ناسنا بكل الضيعة، ما هودي كمان عائلات كسروانية. غير أن الانتخابات البلدية أتت بنبأ جديد للعونيين مع بروز طيف العميد شامل روكوز في مختلف معارك القضاء البلدية وعلى رأسها جوني، والكلام عن استعداده لوراثة مقعد عمه النيابي أمر ليس بالضرورة من ضمن حسابات القيادة الحالية للتيار. يمكن ما عم تتابعوا العميد روكوز كتير، العميد روكوز نشاطه هو ممتد بكل المناطق اللبنانية، لأنه مثل ما حكي ب 15 تشرين الأول أنه هو لن يتقاعد، لا أبدا، ما في ولا أي مزاحمة، وهيدي كلها بتدخل بإطار يعني إذا عم افهم شو المقصود منها شو قصدت منها، هيدي كلها بتدخل بإطار بس شائعات لا أكثر ولا أقل. كثيرون حاولوا فتح باب الزعامة الكسروانية من باب الشرعية المارونية في أرض بكركي، آخرون اتجهوا إلى التقليد والعائلات، فيما رأى بعض آخر في المواجهة السياسية السبيل الأنجع، غير أن القاسم المشترك بين حامل الكتاب الأول ورافعه شعارا على بيرقه يقول إن بين كسروان والبزة المرقطة علاقة قد تكون مبشرة للعميد غير القابل بالتقاعد. جد غصن، قناة الجديد. وعصر اليوم زار الجنرال ميشيل عون جوني محذرا من المال الانتخابي. حذركم من المال لأنه يضاس سلم المسيح ب30 من الفضة. جوني ما راح تبيع كرامتها ب30 من الفضة ولا ب3000 ولا ب3 ملايين فضة. وإن شاء الله ما حدا راح بيكون حصان طروادة. وهلأ تذكرت
شعر لتامر الملاط بيقول في قالوا قضى واصى، واصى كان متصرف بلبنان، كان مشهور مثل صاحبنا رئيس الوزارة السابق بحب المال وبجمع المال. قالوا قضى واصى وواروه الثرى، فقلت وأنا الخبير بذاته رنوا الفلوس على بلاط ضريحه وأنا الكفيل برد حياته. أنا يوم يمكن المال برد الحياة للأشخاص، ولكن الأحياء بيرفسوا المال بإجريهم وبيضلوا رافعين رأسهم قدام كل الناس. شكرا. ومن جوني ومعركتها الانتخابية إلى قضاء بعبدة وإلى قضاء علي مباشرة مع الزميلة نانسي السبع. نانسي مساء الخير، ما هي أجواء بعبدة وعلي عشية الانتخابات البلدية غدا؟ نعم مساء الخير جورج، بداية نحن هنا في منطقة الحدث، الحدث هي يعني يعتبرها أو يصفها البعض بأنها أساس المعارك في قضاء بعبدة علي، لا سيما بأن التحالف أو بالأحرى التفاهم العوني القوتي سقط على أبواب هذه البلدة نتيجة عدم الوصول إلى توافق، ما دفع رئيس البلدية الحالي جورج عون إلى الدخول في منافسة، بل إلى الدخول في مواجهة مع رئيس بلدية السابق دكتور أنطوان كرم. ولابد من الإشارة إلى أن لائحة رئيس البلدية الحالي هي مدعومة من التيار الوطني الحر، أما لائحة دكتور كرم فهي مدعومة من الكتائب والقوات اللبنانية وبعض العونيين الذين لا يحظون بغطاء الرابي مباشرة. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه في ساحل المتن الجنوبي المعركتان الأساسيتان اللي يمكن الحديث عنها هي في الغبيري، حيث لائحة للغبيري للجميع، وهي اللائحة التي يعتبرها البعض أو يصفها البعض بأنها لائحة المجتمع المدني في مقابل لائحة الأحزاب أي حزب الله وأمل، وفي برج البراجنة قلب برج البراجنة لائحة أيضا من المجتمع المدني بحسب ما يعطونها من توصيف تواجه لائحة حزب الله وأمل. أيضا لابد من الإشارة إلى أن الحازمية فرضت عليها منافسة يمكن القول وليست معركة، إذ أن هنالك توافق يعني شبه يمكن القول توافق عون قواتي، فالقوات تقف على الحياد في وقت أن المواجهة هي بين التيار الوطني الحر واللائحة المنافسة. أيضا لابد أن أختم هنا من منطقة الحدد بهذا النصب الذي يعتبره البعض قد يعتبره البعض لافتا بالصورة، هذا النصب بانتظار أن يفتح سيبقى يعتبر بأنه الشبح الذي سيخيم غدا على انتخابات بلدية الحدد، والتي يعني البعض يعتبر بأنها ستكون المعركة النهائية بين الحكيم والجنرال. أيضا الزميلة نانسي هو المفترض نانسي المفترض هذا النصب يكون شو هذا اللي مغطينه شو هو؟ يعني هو مفروض انه يكون هو هنا ساحه سوق الحدث الرئيسي، وهذا النصب هو يعني سابقا كان نصب يعني ذات طابع ديني ذو طابع ديني، الان اليوم يعني على الارجح بان الطابع الديني سيعود ليسيطر على هذا النصب، لكن لا يمكننا التخمين كونه يعني مغطى بهذه الشراشف البيضاء. ايضا لابد من ان اشير الى ان زميلتي جوال الحاج موسى تقوم هي بجوله على تحديدا من منطقة بعبدة إلى كرة علي، وسوف تطلعنا على الأجواء أجواء العملية الانتخابية المقررة غدا. جوال مساء الخير جورج، يعني ببعبدة بعد الشهور يلي زحف على القصر البلدي في بعبدة أثر انسحاب أكثر من نصف أعضاء المجلس، بعبدة اليوم عم بتخوض معركة انتخابية عبر لائحتين، هاللائحتين مدعومة من التيار الوطني الحر، واللائحة الأولى بتحمل عنوان لائحة بعبدة الويزة، أما الثانية فلائحة أرضنا بيتنا، هيدا بالإضافة لبعض المرشحين المنفردين. في علي فازت للمرة الثانية لائحة وجد مراد بالتزكية بعد ما كانت فازت سابقا بانتخابات عام 2010 بالتوافق. أما بحمينا فقد شكلت لائحة ائتلافية ذات طابع عائلي تحت عنوان حمانة هويتي، بوجه اللائحة في مرشح منفرد يدعى رومانوس كساب. بيكفر متى تتنافس لائحتان، الأولى برئاسة أجود خداج
تضم 5 مسيحيين مدعومة من الحزب الاشتراكي. أما اللائحة الثانية فهي برئاسة نظير خداج، تتضمن 4 مسيحيين ومدعومة من الأحزاب والعائلات. وختاماً بفلوغة، ما بتخلى المعركة بفلوغة من الطابع السياسي، فالمجلس البلدي هو لبلديتين متجاورتين، هن فلوغة ذات الطابع المسيحي وخلوات فلوغة ذات الطابع الدرزي. بفلوغة تشكلت لائحتين، الأولى شكلها رئيس البلدية السابق سمير غانم، أما اللائحة الثانية فألفها كل من روجير رامي وجوزيف أبو جودة، وهيدي اللائحة مدعومة من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. تجدر الإشارة هون إلى أنه بفلوغة في هناك عرف بنص على أنه المجلس البلدي يجب أن يتضمن 4 أعضاء دروز و8 أعضاء مسيحيين، على أنه يكون رئيس البلدية من الطائفة المسيحية ونائبه من الطائفة الدرزية. جورج، شكرا لك. جوال، المتن الجنوبي: معارك بلدية بين تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل ومرشحين قواتيين وعائلات ومجتمع مدني. الانتخابات البلدية في المتن الجنوبي لن تمر مرور الكرام، معارك متنقلة ستخاض في وجه القوى التقليدية في المنطقة. البداية من الغبيري، حيث تتواجه لائحتان: لائحة التنمية والوفاء المكتملة ب 21 عضوا والمدعومة من حزب الله وحركة أمل برئاسة معن الخليل، ولائحة الغبيري للجميع المدعومة من المجتمع المدني. عدد المقترعين في الغبيري يقارب 27 ألفا، وفي عام 2010 وصلت نسبة الاقتراع إلى 33%. تكمن أهمية الانتخابات في المنطقة هذه المرة في وجود أول معركة حقيقية بين القوى التقليدية ومن بات يطالب بالتغيير. أما في حارة حريك فيبرز اسم لائحة الوفاء والتنمية والإصلاح المكتملة ب18 عضوا والمدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وعدد من العائلات، فيما قرر المرشح المنفرد زياد دكاش المدعوم من القوات اللبنانية خوض معركة تحد مع التيار الوطني الحر وحزب الله بعد اعتماد مرشح آخر من آلي دكاش. أما عدد المقترعين في الحارة فيبلغ نحو 12 ألف مقترعا، وبلغت نسبة الاقتراع عام 2010 نحو 40%. من الحارة إلى الحازمية تنتظر المنطقة معركة حامية بين لائحة الحوار والقرار برئاسة رئيس البلدية الحالي جون لياس الأسمر المدعومة من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والوطنيين الأحرار، وبين لائحة كرامة الحازمية برئاسة جورج باسيل المدعومة من التيار الوطني الحر. اللائحتان تتنافسان للفوز ب 12 مقعدا. أما بلدية فرن الشباك التي تضم 8 عضوا فيتنافس عليها لائحتان: لائحة الإرادة الشعبية للرئيس الحالي ريمون سمعان المدعومة من حزب الكتائب مباشرة، ولائحة حقق بالتغيير المستقلة ويرأسها شارل أسعد أبو حرب وتتألف بمعظمها من الشباب. وتحتوي البلدية على 12 ألف ناخب يقترع منهم 5000. وفيما فازت لائحة سمعان في انتخابات عام 2010 بالتزكية، تحتدم المعركة هذا العام بمواجهة لائحة شبابية مستقلة. الصورة الانتخابية في بلدات الشوف والإقليم في هذا التقرير للزميلة رشال كرم. من شاطئ الدمور والنعمة صعودا إلى جبال الباروق على ارتفاع 2000 متر، يستعد أكثر من 196 ألف ناخب في 74 بلدية لخوض الانتخابات لاختيار ممثلين في المجالس البلدية والاختيارية، ويتوزعون على النحو التالي: 36.6% عدد الناخبين المسيحيين، 31.7% عدد الناخبين الدروز، 29.4% عدد الناخبين السنة، و 2.19% عدد الناخبين الشيعة. وإن كانت بعض البلدات ومنها المختارة دار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط قد فازت بالتزكية، فإن بلدات أخرى ستشهد معارك طاحنة بين الخصوم في السياسة والحلفاء في البيت الواحد، وأيضا بين العائلات والأحزاب. فالدمور تستعد لمعركة بين رئيس البلدية الحالي شارل غفري في وجه التحالف القواتي العوني. أما في دير القمر فسيحاول هذا التحالف إلحاق خسارة بتحالف حزب الأحرار والوزير السابق ناجي البستاني. صعودا نحو بلدة بريح، تقرر أن يكون رئيس البلدية مسيحيا لا درزيا، احتراما للمصالحة التي شهدتها البلدة وعودة جزء من المسيحيين إليها. وبالانتقال إلى المقلب الآخر من القضاء، فإن كرة وبلدات إقليم الخروب التي يبلغ عددها 37 فتتصدر بلدتا شحيم وبرجة المعارك. ففي شحيم انحصرت المعركة بعد انسحاب الجماعة الإسلامية وترك الحزب الاشتراكي الحرية لمحازبيه،
انحصرت المعركة بين لائحتين، بينما في برجة تتنافس ثلاث لوائح، الأولى تتحالف مع الجماعة الإسلامية والعائلات ورئيس بلدية برجة الحالي، والثانية مدعومة من النائب علاء الدين ترو والحزب الاشتراكي وبعض العائلات. وأعلن كذلك عن تأليف لائحة ثالثة مدعومة من الحزب الشيوعي وبعض العائلات، وهي لائحة غير مكتملة. وإلى رشال كرم مباشرة لتضعنا في أجواء معارك الشوف والإقليم عشية الانتخابات غدا. مساء الخير رشال، تفضلي، الهواء لك. مساء الخير لك جورج، مساء الخير أيضا للمشاهدين. طبعا لهذا التقرير نستنتج أربع أمور أساسية في هذه المعركة. المسألة الأولى، وهذا ما نختلف عن أقضية الزملاء في الانتخابات البلدية، أن في قضاء الشوف هذا التنوع الموجود بين السنة وبين المسيحيين وبين الدروز انسحب أيضا على المعركة وعلى هذه الأحزاب كان بالنسبة إلى 14 من أذار وأيضا إلى 8 من أذار. لذلك لاحظنا في أكثر من منطقة كان هناك خلاف، وتحديدا نتحدث عن طيار المستقبل والحزب الاشتراكي الذي في عدد من البلدات الإقليم الخروب لم يتمكنوا من حسم هذا التحالف وهذا التوافق. حتى مساء اليوم لا تزال بعض اللوائح غير مكتملة وغير معروفة المعالم في بعض البلدات التي سوف تشهد هذه المعارك. النقطة الثانية الأساسية في هذا الموضوع أن جميع الشخصيات المعروفة في قضاء الشوف، نتحدث عن النائب ولي جملات، أيضا المير طرار إسلان، وأيضا الوزير السابق وئام وهاب لناحية الزعماء الدروز، ففي جميع هذه المناطق تحديدا نتحدث عن جملات ووهاب في بلداتهم أي في المختارة وفي الشهلية، ليس هناك معارك تحديدا المختارة تسكية. أما في بلدة الوزير وئام وهاب تمكن من أن يكون هناك إلى حد كبير يعني توافق، ولكن هناك بعض الأشخاص المرشحين بشكل إفرادي. النقطة الأساسية وهذا ما تحدثنا عنه عن الخلاف الدائر بين الأحزاب فيما بينها، وتحديدا عندما نتحدث عن النائب ولي جملات والمير طلال إسلان، انسحب هذا أيضا على الإشكال الذي حصل. فقد علمت الجديد بأن هناك القوى الأمنية في منطقة حصبية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص اعترفوا بأنهم هم من ألقوا القنابل في منطقة حصبية، وأن المسؤول في الحزب الديمقراطي التابع للمير طلال إسلان هو من طلب منهم هذا الموضوع ليعود وتحتدم الأمور. وهذا ما يذكرنا جاج بأن قبل انتخابات جبل لبنان أيضا كان هناك نوع من قنبلة قديمة العهد وضعت في منطقة سن الفيل، وهذه التوترات التي قد تحصل ليكون هناك نوع من شد عصب أو حزز زياد داخل هالبلديات. النقطة الأخيرة في قضاء الشوف، لابد من تذكير أو لفت انتباه المشاهدين بأن في انتخابات عام 2010 نسبة الاقتراع في قضاء الشوف كانت 52.2%، أي نتحدث تقريبا عن 100,000 مقترع وليس ناخب، لأن الناخبين هم الموجودين على لوائح الشطب، أما المقترعين فهم من يقترعوا. نتحدث تقريبا عن 100,000 مقترع سوف يتوجه غدا إلى صناديق قضاء الشوف وإقليم الخروب على أن نرى هل أن النسبة سوف ترتفع في ظل هذه الانتخابات بعد 6 سنوات، أم أن الأمور سوف تعود إلى هدوئها. ولكن المعارك بعكس الزملاء في الأقضية الأخرى، هناك في أكثر من منطقة، نتحدث دير القمر، برجة، شحيم، الدمور، أيضا بعقلين وإلى ما هنالك من مناطق سوف نوافيكم بها بكل تطوراتها غدا خلال هذا النهار الانتخابي الطويل. شكرا رشال كرم. أبرز المعارك في قضاء جبيل في هذا التقرير للزميلة ألين حلا. يعيش قضاء جبيل حرارة الانتخابات لاختيار 40 مجلسا بلديا و104 مختارين. البداية من مدينة جبيل أرض الأبجدية، حيث يبلغ عدد الناخبين 8823، ويتألف مجلسها البلدي من 18 عضوا. والمعركة فيها بين لائحة مكتملة برئاسة زياد حواط يدعمها حزب القوات اللبنانية، في مواجهة مرشحة منفردة واحدة هي كلود مرجي العونية التي سلمت بطاقتها الحزبية للتيار الوطني الحر بعدما رفضت الانسحاب من الانتخابات. وأبعد من حدود المدينة فإن المعارك الانتخابية في قضاء جبيل ستكون متفاوتة، ففي بلدة حالات التي يبلغ عدد الناخبين فيها نحو 2000 ناخب تبدو المعركة قاسية. وعلى مجلسها البلدي المؤلف من 12 عضوا تتنافس لائحتان، الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي المهندس إشار البسيل الذي نال دعم العائلات، والثانية يرأسها المهندس
المهندس أنطوان باسيل واجهة ضوء وتؤيدها القوات والتيار الوطني الحر والكتائب. وفي بلدة لاسا يبلغ عدد الناخبين 3400 ويتألف مجلسها البلدي من 15 عضوا وتتنافس فيها لائحتان بعد فشل محاولات التوافق لإعادة ترشيح رئيس البلدية الحالي عصام المقداد. هذه اللائحة مدعومة من حزب الله وحركة أمل وأخرى من العائلات. وفي عمشيت مسقط رأس الرئيس ميشيل ستيمين الذي نأى بنفسه عن الانتخابات يبلغ عدد الناخبين 3700 وعدد مقاعد البلدية 15 مقعدا. وتتنافس لائحة عمشيت بيتي برئاسة الدكتور أنطوان عيسى وهي مدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والنائب وليد خوري في وجه مرشحين للرئاسة هما جاد زغيب وأروكوز زغيب الرئيس السابق لإقليم جبيل الكتائبي وبعض المرشحين المنفردين. وإلى جبيل مباشرة مع الزميلة ألين حلا. ألين، ماذا لديك؟ ما هي أجواء جبيل عشية هذه المعركة الانتخابية؟ تفضلي. نعم جورج، يبدو أن التحالف الثنائي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هو المشهد الغالب على الأجواء الانتخابية سواء في مدينة جبيل أو أيضا في قرى جبيل، القرى المحيطة أيضا تشهد هذه العملية. هنالك بعض الأحزاب مثل الحزب الشيوعي يخوض معركته في الحصون وليس أيضا. طبعا كما قلنا في التقرير فإن مدينة جبيل قد ستذهب إلى الانتخابات غدا لأن المرشح كلود قررت خوض الانتخابات، وتختلف حدة المعارك بين قرية وأخرى تبعا لنسيجها الاجتماعي. فمثلا في بلدة العقورة وعلى سبيل المثال سجل خروج منسق الأمان العامة لقوى 14 من أذار فارس السعيد بعدما أصبح هنالك توافق من قبل العائلات والأحزاب، وهو خرج من هذه المعادلة واتخذت طبعا الأجواء الانتخابية الطابع الحزبي العائلي. مثلا في قرية في بجة فشلت الوساطات من سعاة الخير ولذلك أصبح هنالك معركة وصفت بالقاسية من قبل الأهالي بين لائحتين، الأولى برئاسة الرئيس الحالي رستم صعيبي وتضم حازبين من القوات والكتائب والتيار قالوا أنهم نزلوا عن العائلات وليس عن الأحزاب، وهنالك لائحة أخرى برئاسة أكرم خوري وهي مدعومة من التيار الوطني الحر. وطبعا جورج تبقى صناديق الاقتراع ونسبة الناخبين وأجواءهم هي الحكم غدا، وسنوافيكم بأي تفصيل في حال جد معنا اليوم. شكرا ألين حلا. معركة المتن الشمالي عائلية حزبية والنائب ميشيل المر اللاعب الأبرز الذي تمكن من ضمان 20 بلدية بالتزكية. عند كل استحقاق انتخابي مهما كان نوعه تتوجه الأنظار إلى دائرة المتن الشمالي التي يطلق عليها أم المعارك نظرا إلى التعددية الحزبية والعائلية ووجود لاعب بارز ومهندس الانتخابات منذ عقود ألا وهو النائب ميشيل المر. الخصوصيات العائلية لا تختلف في المتن عما هي عليه في سائر المناطق، وفي الانتخابات البلدية تمكنت عائلات عدة من توزيع القوى السياسية ضمن لوائح متنافسة، فيما الكتل الحزبية لا سيما التيار الوطني الحر والكتائب والقوات والطشناق والقومي تتنافس سياسيا ضمن لوائح إما أخذت الطابع السياسي المحض كما في أنطلياس وسن الفيل وإما دخلت لوائح العائلات. إلا أن معركة المتن البلدية تختلف عن النيابية، إذ أن هناك ما يقارب 20 بلدة فازت بالتزكية، وهناك بعض القرى التي تشهد تنافسا بين لوائح ومنفردين، ما يشير إلى أن المعركة محسومة سلفا. الناخب الأبرز في المتن هو الماروني، ثم الأرثوذكسي والأرمني والكاثوليكي، إلا أن بيضة القبان لطالما كانت عند الناخب الأرمني لا سيما في ساحل المتن، بيد أن فوز بلدية برج حمود بالتزكية قلل من هذا العامل باستثناء أنطلياس وسن الفيل وبعض البلدات الأخرى. عدد إجمالي ناخبي المتن الشمالي أكثر من 170 ألفا، كانت تصل نسبة المقترعين إلى أكثر من 55%، والتقديرات أن الانتخابات البلدية ستشهد إقبالا بحدود 35% نظرا إلى فوز بلدات كثيرة بالتزكية وحصر المعارك في بلدات أخرى بين لوائح ومنفردين. أما التوزيع الطائفي للناخبين في قضاء المتن الشمالي فهو كالتالي:
45% موارنة، 15% روم أرثوذكس، 10% روم كاثوليك، 7.1% أرمن أرثوذكس، 4% أرمن كاثوليك، 2.5% شيعة، 3.7 مختلف مسيحي، 1.6 سنة، 1.2 دروز. وننتقل مباشرة إلى المتن مع الزميل باسل العريضي. باسل، مساء الخير، تفضل، الهواء لك. مساء الخير جورج. يعني إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير، دائما يعني معركة المتن كما ذكرنا هي معركة أساسية، لكن اليوم العائلات فرضت كلمتها في أماكن كثيرة من هذه الانتخابات البلدية. على سبيل المثال نشهد هناك بعض الأحزاب التي كانت تاريخيا وبالسياسة طبعا نتحدث كانت لا تلتقي مع بعض الأحزاب الأخرى، إلا أنها وجدت على لائحة نفس اللائحة في بعض هذه الانتخابات. على سبيل المثال نذكر مثلا أن حزب الكتائب والحزب القومي الذي يوجد هناك هو كبيرة بينهم في السياسة وبعد في وجهات النظر، إلا أنهم وجدوا في بعض البلدات في لائحة واحدة، مثل في الخنشارة مثلا هناك بعض القوميين وبعض الكتائب في لائحة واحدة، في سند الفيل التي تشهد المعركة الأبرز ربما مع أنطلياس في ساحل المتن أيضا هناك بعض الأعضاء من القوميين وبعض الأعضاء من القوات اللبنانية في لائحة واحدة. كل هذا يشير على أن العائلات تفرض كلمتها بشكل أساسي، وكما ذكرنا على أن المسألة الأساسية اليوم هي في المتن إن كانت سياسيا فهي على رئاسة اتحاد البلديات. نعم. وعلى ما يبدو أن بعد فوز 20 بلدية بالتزكي إضافة إلى حوالي 10 بلديات معركة شبه محسومة فيهم، فعلى ما يبدو أن رئاسة الاتحاد ستبقى لميرنا ميشيل المر، نجلة نائب ميشيل المر. وكما ذكرت في المقدمة جورج على ما يبدو أن أيضا النائب المر هو أكثر واحد يدوي بالماء يمكن نتيجة هذه الانتخابات. لكن أيضا في شق آخر جورج هناك بعض العائلات التي تتنافس فيما بينها على لوائح مختلفة، في جل الدين مثلا عائلة أبو جودي في لائحتين متنافستين، وهنا اتصلنا بالنائب نبيل القولة عضو تكاتل التغيير والإصلاح الذي وصف هذه المعركة بالعائلية. وكانت بعض الشائعات وردت منذ بعض الساعات على أنه تم فصل النائب القولة من التيار الوطني الحر، إلا أنه في لدى اتصالنا به نفى هذه المعلومة وقال أنه لم يتبلغ بأي شيء من هذا القبيل وأنه على استعداد للمثول لأي قرار تصدر عن قيادة الحزب، وأكد على أنه لطالما عمل لمصلحة التيار الوطني. على أي حال جورج طبعا النتائج ستكون غدا وتكون في تغطية مباشرة ومستمرة طوال النهار. نعم، شكرا لك باسل العريضي. وبعيدا من الانتخابات البلدية، فايز عبد الكريم جامباي سائق أجرة يجد حقيبة ملأ بالمال فيحتفظ بها أمانة إلى حين ظهور أصحابها. إذا خليت خربت والدنيا لم تخلو من الأوادم، هذا ما أثبته سائق التاكسي فايز عبد الكريم جانبي المتقاعد في الجيش اللبناني. فقد وجد هذا الرجل في أثناء عمله حقيبة نسيها ركاب تحتوي على بعض المجوهرات وعلى مبلغ مرقوم من المال، فتوجه رأسا إلى قناة الجديد للإبلاغ عنها. أخذت تاكسي على الروشة جماعة عراقية معهم شنطات، قالوا لي على الحمراء تنفضلوا، حطوا الشنطات وراء وشرطوني على الأجار، واتفقت أنيون على 7000. لما وصلتهم نزلوا حد بربر، نزلوا ونزلوا أغراضهم كلهم وسكروا الصندوق، قام نوني 10000، ما عاد عطاني 7. قلت أني بارك الله عطانا دولارين زيادة، بقى أنا حرد له هلأ مصاري الدولارات والمليون دينار والذهب والألماس كله موجود بعده بصدري بأمانته. هن نسيوا معك يعني شنطة؟ نزلوا كل أغراضه، نسوا الشنطة معبي ذهب وألماز ومعبي في 4000 دولار وفي مليون دينار عراقي، ومعهم طفلين ومعهم نسوان تنتين ورجال. نزلوا على بربر، بأي أوتيل نزلوا ما بعرف، والله هودي بطاقاته هيدي البنت. تصوري لو أنه أي إنسان طالع نزل الشنطة معه، بس الله دخيل اسمه شوف انا علي يمكن جاي على الحكيم يمكن جاي عندها طفلان. يعني قديش بعدين يا بنت الحلال يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ما بدي اياها، هاي كلام الامام علي عليه السلام. واتمنى جانبي ان يتواصل السائحان معه لاسترجاع امانتهما التي لديه في الحفظ والصون. مطمر النعم سيقفل مرة أخرى والمطامر البحرية لنفايات بيروت وضواحيها غير جاهزة، فهل نحن أمام أزمة جديدة؟ تحقيق نعيم برجاوي.
أربعة أيام ويقفل مطمر النعم إلى الأبد بعدما استقبل على مدى شهرين مئات آلاف الأطنان من نفايات بيروت وجبل لبنان المتراكمة منذ الأزمة الأخيرة. لكن خطة الحكومة لا تسير كما رسمها المسؤولون، فالمطمران المزعومان في الكوستا برافا وبرج حمود غير جاهزين حتى الآن. أبداً ما فينا نقول للرأي العام أنه أي خطة النفايات ماشي وفق الرزنامة الزمنية المحطوطة، لأنه أساساً هاي الرزنامة الزمنية المحطوطة لم تراعي لا مهل الإعلان المناقصات والتلزيم وتوقيع العقود والتجهيز والتشغيل، وهيدي بالحد الأدنى إذا بده يشتغلوا ليل نهار المتعهدين عن نحكي بين 4 أشهر و6 أشهر. وأمام هذه المعطيات يبدو أن الخطة تسير وفق حلقة مفرغة، فالنفايات تتكدس وتتكدس من دون معالجة. أقصى حد ممكن للتخزين المؤقت بالكوستا برافا هو بعد شهر، أكيد بعد شهر ما عندنا مطمر صحي بالكوستا برافا، فبالتالي هل الحكومة أمام بحث عن مراكز تخزين مؤقت أخرى؟ أنا برأيي لا مفر من ذلك، مثل ما كان عم بيصير بمنطقة الكارانتينا يلي تفضت وراحوا فيها عن نعمة. توجهنا إلى شاطئ الكوستا برافا، هنا ردم البحر مستمر وكذلك حال الرفض. هذا المكب أنشئ بناء لقرار غير شرعي، بناء على تزوير لقراء لموافقة البلدية. نحن حصلنا على المستندات اللازمة لنقدم شكوى على مجلس الشورى. بدنا نوقف بأي موقف اعتراضي بنختاره، مظاهرات، اعتصامات، لإيقاف هذا المكب بأي طريقة كان، لأنه هذا مكب، مكب الموت، مش لازم يستمر لصحتنا ولصحة المنطقة المجاورة ولصحة كل الناس. وهنا عند نهر بيروت في الكارانتينا عادت الطيور ترعى، فالنفايات أزيلت والرائحة تبددت. الزبالة انشالت عن الطرقات وبطل في ريحة. وين طلعت ريحتكم اليوم؟ نحن اليوم اولا يعني من حتى من قبل ما تنشال الزبالة على عن الطرقات عم نقول وعم نرجع نكرر، نحن اللي عم نطلب فيه هو حل مستدام لقضية النفايات، وللأسف هيدا الحل بعد ما انا شايفين حلول شفافة لا مركزية، حلول الناس بتقدر تراقبها، وحلول ما بتضر، ضرر البيئي تبعها بيكون اقل شيء. إذن سيقفل مطمر النعم للمرة الثانية هذا العام، ولكن هذه المرة لن تتكدس النفايات في الشوارع بل على الشاطئ. أما شوفو وعلاي فلهما حكاية أخرى، فالخطة تنص على توفير مطمر خاص بهذين القضائين، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. نعيم برجاوي، قناة الجديد. حزب الله يواصل تقبل التعازي ويحدد الزمان والمكان للرد في أسبوع الشهيد. تحديد الزمان والمكان للرد على اغتيال القائد العسكري مصطفى بدر الدين آت على لسان السيد نصر الله نهار الجمعة المقبل في أسبوع الشهيد. وحتى ذاك الحين يستمر تقبل التعازي باستشهاده بحضور أهله وقادة حزب الله وسياسيه. في هذا المسار نحن متوقع دائما أن الأبطال واللي في المواجهة أن يرتفعوا شهداء، أن يرتقوا شهداء، فأن تكون أصيبت المقاومة في الصميم. نحن لا شك أننا نتألم لفراق هؤلاء القادة الأعزاء الكبار، ولكن هذا لا يعني أن المقاومة أصيبت في الصميم. الأمن الذي ينعم به لبنان بعيداً من خطر الإرهاب التكفيري خطته شهادة الشهداء الذين سقطوا على مختلف الجبهات، وهو أمر أجمع عليه كل من حضر وترحم على من قاتل العدو بأشكاله. يعني طبعا هم دائما يبحثون عن أي بطل من الأبطال لأجل يعني محاولة قتله، فقد يكون هناك يعني خرق ما، قد يكون هناك، طبعا نترك هذا الأمر تقديره للقيادة. أيا تكن الظروف والأسباب اللي أوصلت الاستشهاد السيد ذوالفقار، المستفيد الأول والأخير من العملية هو العدو الإسرائيلي بالنهاية، باعتبار أنه سيد ذوالفقار كان أحد رموز الأساسية للمقاومة إسرائيل على مدى السنوات الماضية، وبالتالي الفرق بين الوجهين، وجه العدو ووجه التكفير، الإرهاب التكفيري، هو أن الأول يتناولك بالوجه والآخر يتعانق في الظهر. السفير الإيراني محمد فتح علي والنائب سليمان فرنجي حضرا معزيين، وحضرت أيضا وفود رسمية ودبلوماسية مؤكدة أن هذا الاغتيال يندرج أساسا في إطار المواجهة المفتوحة التي يخوضها حزب الله على غير جبهة. رواند أبو خزام، قناة الجديد.
وزارة الداخلية تسلمت 33 مليار ليرة لبنانية لتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية، والحصيلة فشل تنظيمي في عمليات الفرز. التفاصيل في هذا التقرير للزميلة آلين حلاء. فوضى وعشوائية وعدم خبرة هو ما أظهرته عمليات الفرز في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية. بطريقة بدائية جرى الفرز، وكثير ممن نفذوا العمليات لا يتمتعون بالخبرات اللازمة، وحتى أن البعض لم تسمح لهم سنهم بتحمل ساعات الضغط، وقد سجلت حالات إغماء من جراء التعب. كل ذلك انعكس سلبا على الفرز ونتائجه. هيئات للأقلام لا تتمتع بالخبرة الكافية ولم تتلقى التدريبات اللازمة، ما أنتج تنظيم محاضر منقوصة وغير موقعة، وحتى أنها فارغة في بعض الأحيان، ما استدعى إعادة فرز الأصوات ضمن لجان القيد. أوراق الأصوات وضعت عشوائيا على الأرض، ما أدى إلى صعوبة في تحديد الأغلفة التي جرى فرزها وتلك التي لم تفرز، لا سيما في بيروت حيث تأخر وصول صناديق إلى مركز الفرز في البيال ومن دون مرافقة أمنية. وخلافاً لعمليات الفرز التي جرت في عهد الوزير السابق زياد باروت، فأن آليات الفرز في هذه الانتخابات لم تكن إلكترونية، إذ جرت عمليات الفرز يدوياً ولم تظهر في كثير من الأقلام، خصوصاً في زحل لائحة الأسماء على شاشات التلفاز الموصولة بكاميرات موجودة في غرف الفرز. واللافت في الموضوع أنه في زمن باروت شكلت ماكينة عمل كاملة في الوزارة، كانت تزود الصحفيين والمواطنين بآخر مستجدات عمليات الفرز، بعكس ما حدث في هذه الانتخابات، إذ حمل وزير الداخلية المحافظات مسؤولية إعلان نتائج الفرز الأولية وأغلق باب وزارته باكرا، في حين بقي باروت حتى ساعات الصباح الأولى في الانتخابات التي جرت في خلال توليه منصب وزير الداخلية والبلديات. والحصيلة فشل العملية التنظيمية للانتخابات مقارنة بما كانت عليه أيام الوزير باروت، ما يطرح السؤال وسط هذه العشوائية، أين ذهب مبلغ 33 مليار ليرة الذي كان قد صرف للوزارة لغرض تنظيم الانتخابات وإجرائها بحسب المواعيد الدستورية؟ ألين حلاق، قناة الجديد. وزير الداخلية يهنئ الفهود بفوزهم ويشيد بإنجازات قوى الأمن الداخلي، ويقول وسط الحديث عن وقف الهبات وعن إلغائها، لا نزال مستمرين بقدراتنا الذاتية وعضلاتنا وبعقلنا وتدريباتنا. استضافت ثكنة وحدة القوى السيارة في الأمن الداخلي في دبي مؤتمرا خاصا احتفالا بفوز السرية الخاصة في قوى الأمن الداخلي الفهود بالمركز الأول في مسابقة المحارب بدورتها الثامنة في مركز الملك عبدالله الثاني في الأردن، بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص. وألقى المشنوق كلمة ذكر فيها بالتحاق الشهيد وسام الحسن قبل أكثر من 30 عاما بثكنة الفياضية. هذه المؤسسة بقيادتها بضباطها بعناصرها قادرة تجدد نفسها، قادرة تحاسب المخطئ، وقادرة تعتبر الخطأ مسألة عابرة وليست مسألة مقيمة في المؤسسة. وهذا أحسن رد على كل الكلام اللي نقال، على كل اللي يعني ظلم وافترى. مثلا كان رأيي دايما مع اللواء بصبوص إنه ما تشغل بالك، ما في شيء بفتت من عزيمة أو من عضد قوى الأمن، أعطيها شوية وقت بس. هذا الفيلم والخبر بحد ذاته سبب لي فرحة كبيرة، وسبب لي يعني هيك شوية شوفة حال. واختتم الاحتفال بكوكتيل شارك فيه الحاضرون، ووزعت شهادات تكريمية على عناصر الفريق وأخذت صور تذكارية. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب يحث على المشاركة في الانتخابات البلدية في شويفات. على مشارف الجولة الثانية للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري في محافظة جبل لبنان، أقام رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عشاء لطلائع الحزب، دعا فيه إلى الانتخاب الصحيح ضد الفساد والمفسدين. عليكم أن تنتخبوا للتغيير في بلدية الشويفات، لأن البلدية التي موازنتها عدة مليارات خلال السنة يجب أن تستحق أفضل من التمثيل الذي يحاولون فرضها عليه. لذلك اذهبوا باتجاه التغيير وانتخبوا التغيير في الشويفات،
وانتخبوا إنماء الشويفات وانتخبوا تطوير الشويفات، فالشويفات تستحق أفضل من الذي يحاولون فرضها عليها. الأهم إنه هذه الانتخابات البلدية فرزت تيار على مستوى لبنان، فرزت تيار تغييري حقيقي، وهذا ما أثبتته انتخابات بيروت المزورة. نعم، انتخابات بيروت المزورة، لأنه اللي بياخد 5% ببيروت ما بحق لإله يقول إنه أنا زعيم بيروت. الموضوع يجب أن تطالب كل القوى السياسية اليوم بإعادة الانتخابات في بيروت. هذا طاقم سياسي يجب أن لا نتأخر في إسقاطه، وسيسقط. وأعلن وهاب إنشاء الجبهة الوطنية اللبنانية التي ستعمل على مستوى الوطن خارج شرنقة الطائفية والمناطقية كمشروع لبناني متكامل لكل لبنان واللبنانيين من الجنوب إلى عكار لدفع عجلة التغيير بنبض الشباب للإصلاح الوطني والإنماء. معرض خيال المدينة يرسم شوارع بيروت بعيون حلبية نازحة. تقرير كاتيا البيروتي. هدفهما إعانة والدهما على تربيتهما واستكمال تعليمهما وتوفير قوت يومهما، فضلاً عن طموحهما إلى الشهرة والعالمية. بصير العالم بصير تعرفني وبصير مشهور وبصير ارسم. انا برسم العالم كل سبت. طيب مين اكثر رسام بتحبه؟ بيكاسيو. ليه بدكم تصيروا مشهورين؟ شو فيها الشهره؟ حلوه وهيك بتجيب مصاري. الحمد لله ما قصد، بس عشان نعيش. فاملا بغد أفضل يفترش ناصر درويش وأخوه محمد علي طاولتهما الصغيرة برسومهما ليبيعوها على شكل كارت بوستال أو لوحة موقعة من الرسام الصغير. الورق الصغار هول أنتم بتخترعون ولا عالم بوثوكن عليهم؟ لا، احنا بنخترعن، نرسم من عقلنا. وإذا رسمت واحد على الطلب قد بتاخد منه؟ 15. في شارع مار مخايل النهر في بيروت يحمل الطفلان أدواتهما البسيطة كل سبت إلى معرض خيال المدينة كما يطلقان عليه، حيث يستقبلانك بابتسامة متعبة وورقة صغيرة تعرف بمعرضهما. شو يعني معرض خيال؟ يعني أنا برسم من عقلي. هيك شو بتخيله برسمه؟ مثل شو مثلا؟ شو بتتخيل؟ مثل مدينة بيروت. طيب وشو عم ترسم؟ هو بنايات. شو هول؟ بنايات ووحدة حدا بناية. وين هاي؟ بأي مدينة؟ بيروت. طيب وانتو بس نهار واحد بتبيعوا؟ كل يوم، بس كل سبت بنعمل معرض. ناصر ومحمد طفلان حرمتهما الحرب أمهما، فلجأ مع والدهما إلى بيروت حيث افترشوا شوارعها خيالاً ينشدون فيه غداً أفضل بعيداً من أزيز الرصاص في بلادهم والتسول في لجوئهم، علهم يجدون في الرسوم خاصتهم حياة كالحياة. كاتيا البيروتي، قناة الجديد. العهد إلى صدارة دور ألفا وهبوط الغازية والحكمة إلى الدرجة الثانية. صعد العهد إلى صدارة دور ألفا بفوزه الكبير على الأنصار بثلاثية نظيفة في الجولة ما قبل الأخيرة. المباراة أقيمت على ملعب حمدون ونقلتها قناة الجديد مباشرة، وسجل أهدافها السوري عبد الرزاق الحسين والسنغالي مامادو درامي والتونسي يوسف لمويهبي. العهد رفع رصيده من النقاط إلى 51 متقدمة بنقطتين على الصفاء، ويكفيه التعادل في المباراة الفاصلة المقررة عند 17:15 من عصر الخميس ليتوج بطلاً. وفي معركة البقاء في دوري ألفا تعادل الحكمة مع الرسنج بهدف لمثله، وفاز السلام زغرت على الشباب الغزية بثلاثة أهداف لهدفين ليهبط الحكمة والغزية إلى الدرجة الثانية. وقبل الختام، ورد في خلال النشرة عن لائحة مدعومة من حركة أمل وحزب الله في بلدة لاسا، وقد أوضحت حركة أمل أنها تركت الخيار للعائلات في كل من بلدتي لاسا وراس قسطى في قضاء جبيل. كان في النشرة: حزب الله يتهم التكفيريين باغتيال بدر الدين، فهل استشهد بالصدفة؟ ليس هناك اغتيال بالقصف المدفعي.
معارك سياسية عائلية في انتخابات جبل لبنان البلدية. كسروان والتيار العوني بين فؤاد شهاب وشامل روكوز. شامل روكوز نشاطه هو ممتد بكل المناطق اللبنانية. استعدوا، نفاياتكم ستتكدس مجددا. أقصى حد ممكن للتخزين المؤقت بالكوستا برافا هو بعد شهر، أكيد بعد شهر ما عندنا مطمر صحي بالكوستا برافا. سائق تاكسي يعثر في سيارته على دنانير وذهب ويقصد الجديد. هاو بطاقة الأخت اللي نسيت المصاري معي، تفضلي استلميهن يا حبيبتي. وكان في النشرة أيضا شوارع بيروت بعيون نازحة. أنا برسم من عقلي. أيك شو بتخيلوا برسمه؟ مثل شو مثلا؟ شو بتتخيل؟ مثل مدينة بيروت. ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة. الموعد المقبل عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.